احنا قلنا ايه يا عمر؟ ان احنا ده هو نفس نموذج مساحه المستطيل كنا بنعمله ايه؟ توزيع. ازاي؟ مش الثمانية هنا في العشرات ب 80، يبقى هكتب الثمانية في العشرات هنا اخدها ب 80 عادي اهي، والثلاثة في الاحاد ب 3، الواحد في العشرات ب 10، والخمسة في الاحاد ب 5. او ممكن كنت اعملهم العكس، بما انه بادئ بال 80 فكنا نعملهم بالعكس افضل. يعني 80 هي اللي نكتبها هنا على الوقفة، يعني هكتب هنا الأفضل 80 والتلاتة، وهنا 10 وهنا 5، عشان تبقى بالترتيب يعني زي ما هو هنا بدأ 80. بس أول حاجة الأولى كانت إيه؟ أول حاجة مش إحنا نبدأ 80 بال 80 في 10 100. وبعد كده 80 نضربها في الخمسة؟ أهي 80 في 10 و80 في الخمسة، وبعد كده هناخد التلاتة نضربها في 10 وبعد كده 3 نضربها فين؟ في الخمسة، صح؟ بس بس ما هل كانت يا دايما انت صح؟ اول واحده دي غلط، تعرفوا ليه؟ انا ما خدتش بالي منها وانا بصححها لكم، تعرفوا ليه غلط؟ ليه؟ الشاطر اللي هيقول يلا. ايوه يا عشان هنا دي، عشان دي هنا مكتوبة 10 مش 5. لا لحظة، لا ما هي 10 برضه عادي، عشان حد يقول لي كلهم ليه غلط؟ ضرب، بس كلهم مش ضربوا مع بعض. ايوه كلهم ضرب في بعض يا مس، واحنا مش بنضربهم في بعض، اما احنا الناتج بيطلع بنعمل ايه؟ نجمة يا مزة جابها بالبركة بالنجمة. ايوه ده الناتج بعد ما يطلع يا مس، ده احنا بنجمعهم، يبقى مش هنستخدم دي طبعا، امال هناخد مين يا شباب؟ باء ولا جيم ولا دال؟ ها مين يقول؟ هتبقى مين الصح؟ جيم جيم. جيم جيم 80 في 10، 80 في تاني 10 جيم يعني. زائد 80 5 زائد 3 في 10 زائد 3 في 5 دال كام؟ دال. كل دال اللي قال ده صح فعلا، 80 في 10 و80 في 5 و3 في 10 و3 في 5. ليه يا مس هي دي اللي صح؟ عشان هنا محطوط ايه؟ كم زائد، كم لان احنا بعد ما بنجيب النواتج بتاعتهم بعد نضرب 8 في 10 ب 800 ب 800 و80 في 10 بننزل الصفر ونقول 8 في 5 ب 40. هل يا مس هضربهم بعد ما اجيب نواتجهم ولا هجمعهم؟ هجمعهم، يبقى ما اجمعها. ينفعش يحط لي ضرب، يحط لي جمع بينهم. فهمتوا يا شباب؟ يبقى كلنا نصلحها في الواجب ونعملها ده. حلو. مين مش فاهمها؟ انا عيدها تاني. فاهمها يا مس. ماشي، في سؤال تاني ما كنتش عارفينه، السؤال رقم 11. ما هو بيقول مسألة الضربة التي تعبر عن النموذج المقابل هي الضربة يعني باستخدام مثال يعني هنا المستطيل. ضارب ده في ده، مش هو ضارب الرقمين دول في بعض؟ ايوه هي مش مش ده لها اللي هو علاقة عبارة عن بالمستطيل. ايه؟ 450 و7 يبقى 457 ضرب 20 زائد 8 يبقى ضرب 28، بس مش الاتنين في العشرات ب 20 والتمانية في الأحاد ب 8 والأربعة في المئات ب 400 والخمسة في العشرات ب 50 والسبعة في الأحاد ب 7؟ يبقى هو ده عبارة عن ضرب 457 في 28. نخلي بالنا قوي من السؤال ده، بيجي في الامتحانات، مهم، بيحبوا يعني يجيبوه ممكن في الامتحانات. نحلها صح يا مس؟ في ناس كتير ايوه كانت حالينها صح. أنا من دمه. طيب في تاني حاجة في اختر ما كنتش عارفينها؟ لا اه هنا تقدير. عارفة السؤال التاني. في حد لا حل أنا السؤال مش ده كنت غلط؟ عارفة. في حد أنا حله غلط. أظن عاملها ازاي بقى؟ بص يا شباب، مش التسعة هنا، هتبص للسبعة والسبعة كريمة هتديها واحد، تبقى التسعة هتصبح 10، والسبعة دي هنحط مكانها زيرو ونضربها فيه. الواحد وخمسين، نبص للواحد، الواحد بخيل تبقى 50، لما نضرب هنا في صفرين وهنا صفر ينزل وثلاث اصفار وواحد في 5 في 5. حد عايز سؤال انا ما حلوه كانش كده، حلناه في انا اللي الامتحان حلوه. انا النهارده؟ حلو كده وجبت في اجابه حد صح. عايز اي سؤال؟ لا يا مس. ايوه يا مس، هو الدرس صعب. لا درس سهل، طيب بقول يلا عنده بينا. سؤال في الدرس اللي فات الاول. ما حدش عنده اسئله في الدرس اللي فات؟ لا طيب ايه درسنا بقى النهارده؟ ان شاء الله هناخد القسمه باستخدام مساحه المستطيل.
يبقى ناخد النهارده ان شاء الله القسمه باستخدام مساحه المستطيل. انا عايزه اقسم 1625 على ال 13، بنقسمها ازاي؟ تعالوا طبعا هجيب لكم وايت بورد عشان نفهم احسن. هاخد سؤال صراحه من الاسئله اللي تحت دي الاول عشان نقلل لنفسنا الحل شويه. هناخد سؤال من دول مثلا وليكن 1050 على بس الشر راح. ايوه، ما انا هجيب وايت بورد عشان اعرف اشرح لك حلو. 1500 على 7 هتحليها مس؟ الإجابة هتكون كام؟ تعالوا بصوا معايا هنا يا شباب، انا عايزه اقسم ال 1050 قسمة 7 باستخدام نموذج مساحة المستطيل. اول حاجة هرسم اهو المستطيل. بنكتب بقى ازاي يا مس؟ هكتب يا مس ال 1050 جوه ده كده، بيتكتب جوه اللي هو المقسوم ده، بنسميه مين؟ المقسوم ده بنسميه ايه؟ مقسوم المقسوم. مقسوم اما السبعة دي بنسميها ايه؟ المقسوم عليه، بنسميها ايه؟ المقسوم المقسوم عليه عليه. يبقى اللي المقسوم بنكتبه جوه، لكن المقسوم عليه بنكتبه فين؟ بره. تمام. وتعالوا نجيب بقى خارج القسم، بنجيبها ازاي؟ اول حاجه السبعه يا مس دي، لا اما هضربها، نضربها في المضاعفات، في العشره او المئه او الالف. تمام يا شباب، السبعه دي يا مس هتتضرب في الكام؟ في عشره ولا في مئه ولا في الف؟ هنشوف الاقرب، هنشوف الاقرب، هنشوف الاقرب يا جماعة، نشوف الأقرب. لو ضربت السبعة في ألف هتدينا 7000، صح؟ ده 7000 أكبر بكتير من الألف وخمسين، يبقى ما تنفعش. هي لازم يا مس تبقى أصغر من المقسوم. لازم تبقى أصغر من المقسوم. طب تعالوا نشوف السبعة في مية. السبعة في مية بكام؟ بسبعمية. ينفع أخد السبعمية؟ ليه؟ لأن 700 أصغر من 1050، فاكتب تحتها 700 ونطرح. تعالوا نطرح. صفر ناقص صفر هو الصفر. خمسة، خمسة ناقص صفر هي الخمسة. 10 ناقص 7 تلاتة. كده أول حاجة. بس يا مس نسيتي، نسيتي أهم حاجة يا مس. إيه هي؟ نسيتي انت ضربتي في 100، نسيتي تكتبي ال 100 دي هنا. ما هي دي يا مس الاجابه اصلا اللي هناخدها في الاخر خالص. يا مس ده عامل زي اسم المطورة. ايوه شبهها، بس دي اسمها مساحه المستطيل، عشان احنا بناخد 100 و200 و100 و1000 و2000، بناخد الارقام دي بس، بناخد ال10 ومضاعفاتها. طيب نكمل. وصلنا هنا ان الباقي 350. ارجع خد ال 350 هنا تاقي من فوق ونشوف السبعة دي هضربها في كام بحيث تديني 350 أو رقم قريب منها؟ العشرة مضاعفتها. ينفع أخد يا مس السبعمية؟ لا، ما ينفعش أخد السبعمية. ينفع أخد 7000 برضو؟ لا. ليه؟ لأنها أكبر من 350. أمال هاخد مين؟ ها مين يعرف؟ السبعين أخد السبعين عشان هي الأصغر، صح كده؟ ونطرح. صفر ناقص صفر صفر صفر. خمسة ناقص سبعة ما ينفعش ما ينفعش، مستلف. تبقى دي 15 ودي 2. 15 ناقص سبعة 15 ناقص تمانية، 7 والاتنين تنزل، طلعت كام؟ ميتين وتمانين. 280 ايه ده يا مس؟ طب وانا هفضل اعمل بقى 10 و10 و10؟ ده احنا مش هنخلص. مفيش حاجة أسهل يا مس من كده؟ في أسهل. إيه هي؟ لا في إيه هي يا شباب؟ بدل ما كنت آخد يا مس العشرة في سبعة بسبعين، كنت ممكن أتصرف تصرف أسهل، لأن أنا كده لسه هطلع 280 ممكن تاني، يستخدموا بقى وآخد حاجة. 10 تاني، وآخد 70 تاني، وأطرح تاني، وأرجع آخد تاني 70 و70 طب ليه؟ يا مس ما في حاجة أسهل من كل ده. إيه هو؟ تعالوا اقول لك. يبقى انا هرجع كده،
هرجع الشريط لورا كده شوية. أبدأ أشوف يا مس، أنتي قلتي كده إن السبعة إحنا عايزين نضربها في حاجة تدينا 350، هو في سبعة في جدول الضرب تدينا 350؟ أه، ولا كأنك شايف الصفر، صفر كده كده هينزل زي ما هو. سبعة في كام يدينا 35؟ سبعة في خمسة، صح كده؟ يبقى أنا معناها إن أنا ضربتها في الخمسة؟ لا يا مس، ما في صفر أهو، نحطيه يا مس، يبقى سبعة في الخمسين. يبقى أنا ضربت السبعة ضرب 50 عشان تدينا 350، يبقى هي دي على طول يا مس. أه، يبقى على طول أكتب الخمسين فوق وأكتب التلتمية وخمسين تحت، وخلاص كده المسألة صفرت، يبقى أنا خلصت إجابتي. طب يا مس، هو كده خارج القسمة كام بقى؟ بنعمل ايه؟ مش احنا خارج القسمة طلع لي فوق 50 و100، بنجمعهم زائد بعض. 100 زائد 50 يديني ايه؟ مية مية وخمسين وخمسين. يبقى فعلا لما اقسم 1050 على السبعة هيديني ايه؟ 150. تمام يا شباب؟ لا يا مس، مش تمام، تمام، هحلها عادي كده كده. تاني. 1050 هشرحها نفس حاجة المسألة حلوة ولا واحدة نفس ايه؟ يا مس، ايه؟ حاجة حلوة واحدة. ما احنا لسه ما نفهمها الأول. أنت بتقول مش تمام ازاي وبتقول هحل واحدة. ده عمار مش عمر، طيب اشرحها تاني. واحد بس. نبسطها شوي. قلنا المقسوم بنكتبه جوه والمقسوم عليه بنكتبه بره. انا عايزه اشوف السبعه اضربها في كام بحيث تديني ال1050. اقرب حاجه اول حاجه بنضربها فيها لا اما في العشره ومضاعفتها، يعني سبعه في عشره. هعمل كده هنا كده، اعمل لنفسي هامش عشان تفهم اكتر. بنعمل هامش كده على جنب. اول حاجه هاخد السبعه في عشره، سبعه في عشره ب70، سبعه في ميه، سبعة في مية ب700، وسبعة في 1000 ده ب7000 يا مس، دي كبيرة خالص، يبقى ما ينفعش اخد ال7000. اما اللي هاخد مين؟ هاخد ال700 ونطرح. صفر ناقص صفر هو الصفر، خمسة ناقص صفر خمسة، وعشرة ناقص 7000. اللي اتبقت لي هنا هكمل بيها هنا. بس في حاجة أنا نسيتها مهمة، إن أنا نسيت أخد المية اللي أنا ضربتها في السبعة هنا فوق. لو نسيتها طبعا انا مش هعرف كده اطلع الناتج في الاخر. وبعد كده انا عايزه 350، اعمل ايه؟ اجول ادور في جدول ضرب. 7 في كام تدينا ايه؟ 35. 7 و5. 7 في 5. طب انا ادور ازاي يا شباب؟ ما احنا حافظين الجدول صح؟ ايوه طيب يعني انا هضرب 7 في 1 و7 في 2 و7 في 3 وسبعة في كفايه، أربعة 7 و4 وسبعة في خمسة. 35. بس دي 7 في 5 ب35، هروح واخدة 7 في 5. بس يا مس هنا في صفر، نزلي يا طلعي يا مس هنا بس. يبقى 7 في 50 ب350، اطرحهم من بعض، اديت نصفها. يبقى الناتج بنعمل ايه؟ بنجمع اللي فوق دول مع بعض، اجمع ال50 زائد ال100 يبقى 150. يبقى الناتج طلع كام؟ 150. ناخد واحدة تانية. عمري حلها بقى، مثل عايزة أحل واحدة. كله هيحل. تعال ناخد السؤال التاني اللي هو 8757 على 63. 8757، 8757 على 63. بعمل لنفسي هامش. لازم نعمل هامش. الهمش ده مس، هامش يعني بحل فيه، بعمل ايه الشغابيط بتاعتي يعني. أول حاجة المقسوم بنكتبه جوه، 8757. المقسوم عليه نكتبه فين؟ بره.
واشوف اخد ال 63، اقول 63 في 10، انزل الصفر يبقى 360. 63 في 100، انزل الصفرين و63 في 1 ب 63، يبقى 6300. هضرب ال 63 في 1000، دي هتطلع كبيرة قوي، دي هتطلع ب 63000. ينفع اخد 63000؟ لا لا طبعا، خالص، يبقى ما ينفعش اخد غير ال 6300. يبقى اخد ال 6300 هنا واحطه فوق ايه؟ ال 100، ونطرح. 7 ناقص 0 هي ال7، 5 ناقص 0 هي ال5، 7 ناقص 3 4، و8 ناقص 6 2. اروح واخداها واطلع بيها هنا فوق، 2457. اكمل، انا عايزه اشوف ال 63 دي هضربها في كام تدينا 2457. اشوف اول حاجه ال10، بعد كده اشوف ال20، وبعد كده اشوف وهكذا. لو ضربناها في 10 الصفر هينزل، وواحد في 63 في 63. طب لو ضربناها في 20 الصفر هينزل، واتنين في تلاتة ب6، واتنين في ستة ب12، عطتنا 2260. طب نضرب ال63 في ال30، نشوف كده مين الأقرب، ال20 ولا ال30. صفر بينزل، واضرب تلاتة في تلاتة ب9، وتلاتة في ستة 18. طب تعالوا نضرب كده في أربعة، في 40. الصفر بينزل، وأربعة في تلاتة ب12، اتنين ومعانا الواحد، أربعة في ستة ب24 ومعانا واحد 25. دي طلعت 2520، ينفع اخدها؟ لا اول ما الاقي رقم كبير اكبر من الرقم اللي انا عايزاه اروح موقفه، اخذ الاب اخد الاصغر، ما ينفعش اخد الكبير، اخد اللي قبليه. مين اللي قبليه؟ الالف 1890. تسعين طب ال 1890 اللي هي كانت 63 في كام؟ في ثلاثين 30. اكتب ال 30 فوق ونطرح. 7 ناقص 0 هي ال7، 5 ناقص 9 ما ينفعش، يبقى هتبقى 15، ودي 3. 15 ناقص 9 6، 3 ناقص 8 ما ينفعش، هتبقى 13. 13 ناقص 8 5، 507. عشرة، 100 ألف، وهكذا. تاني مرة ضربت في العشرة، 20 30 40، وهكذا. آخر مرة بقى هضرب في كام يا ميس؟ آخر مرة هتضربي في 1 و2 و3 وهكذا. يعني يا ميس هضرب ال63 ضرب الواحد، و63 في 2، و63 في 3، وهكذا لحد ما اوصل ل63 في 9. هي دي اللي غالبا هتنفع. 9 في 3 ب 27، 7 ومعانا الاثنين، و9 في 6، 9 في 6 بكام يا شباب؟ ب 54. 54 و2 56، طلعت 507 وايه و60. ده انا لقيتها يا مس، انا اصلا كنت عايزه ال 567 اهي، لقيتها اروح كاتباها تحتيها. اللي هي فيها الكام يا مس؟ اللي هي فيها التسعة. فعلا لما اطرحهم من بعض المسألة صفرت، يبقى انا حليت صح. يبقى الناتج هنعمل ايه؟ هنجمع اللي فوق دول مع بعضهم. 100 في الاحاد بواحد، في العشرات في المئات بمئة واحد، وال30 في العشرات بثلاث، وال9 في الاحاد بتسعة، يبقى 139. يبقى بس عايزة الناتج طلع كام؟ 139. يبقى انا اهم حاجه الهامش ده كله. اه والله انا نفسي ما اعرفش احل غير بالهامش ده، عشان كده بقول لكم الطريقه دي انا ما بحبهاش، انا بحب طريقه القسمه المطوله. بس ممكن سؤال؟ انا اسالك، اقول الاول بس حاجه، هو في لا مش الامتحان يا عايز. ميسي، في الامتحان هيجي يقول لي استخدمي مساحه المستطيل، هيجبرني ان انا استخدمها؟ لا، اما اللي هو عطيهاني ليه لما هو مش هيجيبها في الامتحان؟ في الامتحان بيجي ايه بقى؟ يروح جايب لك اللي فوق دول ويقول لك عشان تجيب الناتج تعمل ايه، تجمع ولا تطرح؟ فانت تبقى عارف ان احنا بنجمعهم زائد بعض.
يجيب لك مثلا واحدة من هنا ويجيب لك دي ويقول لك هي دي عبارة عن قسمة مين على مين، تروح انت قاسم اللي بره جوه ده على اللي بره، تقول له دي عبارة عن قسم 8757 على 63. هو ده اللي بيجي في الامتحان. اه تاني، يبقى ايه اللي بيجي في الامتحان يا شباب؟ يجيب لك مثلا كده مستطيل ويروح جايب لك جواه رقم ايا كان، وليكن 5025 وهنا 34، وهو قاعد يحله لك ويكتب لك هنا ارقام ومش عارفه ايه، يعمل حوارات وكده وقاعد يكمل وهكذا. فيقول لك دي عباره عن ايه، نموذج مساحه المستطيل اللي قدامك ده عباره عن ايه على ايه. فاحنا نروح واخدين ده نقول له ده عباره عن ال 5025 قسمه اللي بره ال 34. بس في الآخر خالص لما بتسأل في الأسئلة منه، ايه؟ في الآخر خالص لما يجي أصفار أعمل إيه بيها؟ يعني خلاص كده المسألة خلصت؟ خلاص المسألة، معنى انها صفرت ان المسألة خلصت، ان داني خلاص. لما أكتب له 3 أصفار وخلاص من غير ما أسأل، ايه؟ بكتب له 3 أصفار وخلاص من غير ما أسأل. والله. طب وفين الناتج اللي انت جبته فوق؟ طيب انا مش عارف دلوقتي الناتج هيبقى فين. ايه؟ الناتج الناتج فوق، هيبقى الناتج فين؟ اللي هيطلع فوق. نجمع اللي فوق اللي كانوا معاك، يعني اجمع اللي هنا دول اللي بيبقوا هنا دي، ده اللي بيبقوا هنا اللي بيبقوا فوق المستطيل، اجمعهم ويكون الناتج. هجيبها لك تاني، اعمل لك واحدة تانية. حاضر، تعال نحل واحدة تانية تمام بس نطلع الأول وندخل تاني عشان الزوم هيقفل. ماشي يا مستر، ماشي. ليه أسرع حصة ما بحسش بوقتها بتاعت حضرتك؟ معرفش ده من ايه بقى، عشان دي رياضيات وانت بتحب الرياضيات وانت شاطر مش اكتر.